يقول لدي أبناء وبنات متى ألزمهم بالصوم في رمضان؟ الإلزام يبدأ من البلوغ، لكن الأمر بالصيام يبدأ مبكرا من التمييز. إذا كانوا مميزين تأمرهم بالصيام ليعتادوه وليكتب لهم الأجر وهو لهم نافلة، كما أنك تأمرهم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين تأمرهم أيضا بالصيام إن أطاقوه، ويكون هذا نافلة لهم ولك أجر. أما الإلزام فعند البلوغ